لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. نظام حاول كثيرا استعادة ملف الحج، وحاول أن يضع يده عليه مرة ثانية أو مرة أخرى بعد أن استلمته لجنة الحج العليا السورية، لكن بفضل الله لم يستطع ذلك. حاول التشويش على ملف الحج بعد أن فشل في استعادته، ادعى أن من يدير الحج هي مجموعة مكاتب سياحية في دول الجوار، لكن هذا غير صحيح. الذي يدير الحج هو لجنة الحج العليا السورية، تديره بكل كفاءة وبكل تقنية إن شاء الله تعالى. لدى لجنة الحج العليا السورية 11 مكتبا منتشرة بدول الجوار ودول الخليج العربي. تنطلق الحجاج من مطارات هذه الدول قادمة باتجاه جدة ومكة المكرمة. بلغت حصة الجمهورية العربية السورية لهذا العام 22500 حاج سوري. وصلنا لمرحلة الذروة من حالة قدوم الحجاج. لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.